السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تمام؟ كيفك كويسة؟ الله كيف اخبارك؟ كويسين؟ الحمد لله. الله الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يعطيك العافية. الله يبارك فيك. الله يخليك. تفضل. الله يبارك فيك. تمام. الله يخليك. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد. تفضل. كيفكم مساء؟ والله تمام الحمد لله. سمية ونعمان سلام اخوان قاعدين هنا ومصمدين لحد هسه. ايوه والله طمنونا عليكم بدايه. والله كويسين الحمد لله. الله صمدنا الحمد لله. صمدنا والله ما طلعتوا نهائي. نهائي ما طلعنا رغم انه هددونا وقالوا لنا اطلعوا وما تقعدوا في البيت الكبير ده وكذا، لكن بينا رفضنا مره واحده انه نطلع. انتشارهم في الحلفايه كان كبير؟ كبير والله كثير في البدايات يعني كانوا كثيرين شديد. يعني بيجوا داخلين كده سبعه وعشره بيجوا داخلين لك في البيت يفتشوا ويقلبوا ويسووا شفتها، لكن اصله ما ما ما, ما خوف. انا اصله ما خفت منهم رغم انه مره كده جاي اقتحموا البيت وقال لي جيب الذهب والقروش وشنو قلبوا يشلتوا فيني ويكفتوا فيني. قلت له انا ما عندي، ومن ذاك مشوا فتشوا البيت كان لقيتوا حاجه تعالوا صفوني عديل كده. فتشوا كنت ما لقوا قاموا فاتوا لقوا بنطلون بتاع واحد يا اخواني ده بتاع الناس الديش ده. قام قال لي ده خدته هنا لشنو؟ قلت له ما خدته ده بتاع جواد جيراننا عشان ما يسوى. قام قال لي تخلصي منه بس. لكن تعرضتي لطلق نار؟ هاي طلق نار وحاجه شفت هنا ضربه هنا دي هنا وواحده هنا ده اتفضل اوريك لها. دي ضربني بها انا مرقه من المطبخ كده ضربني بها لغايه ما مرقت بغادي. خوفني قال لي اسمع هنا ما مركت لنا الذهب والقروش هنضربك في كراهين. طيب الاصابه في يدي كانت من شنو؟ الاصابه ضربني بالهنا بقعر البندقيه ما دار يضربني في وشي. كنت عملت كده قام ضربني هنا في يدي كانت وارمه كانت مقطوعه هنا ده لكن بس بيرت لانه طولت. شفت ضربني لك ضرب شفتي وشلوت ديني لك شلوت في وشي وزح كده يدي ضربني شفتي. ونعمان اخوي ده كان ما فيش يعني كان فات صلاه العشاء من جوني في صلاة العشاء شفتي هو جا اللي قوم ما فيش كان في أخيرا أنا قعدت شوية لكن النعمان ده كان قتل وعديل كده أصلا كان سالم مني أنا على أساس إنه أنا عندي القروش وكذا هاي. لأنه عندنا جارنا كده قالوا إحنا يا أخي نازل هنا قاعد نمر عليهم كذا كان فتشوا فيك أنت وأخوانك أنا وأخواني أول بداية الحريق يو قالوا إنه في لقوا صورة بتاعت أخوي ياسر في سلاح المهمات فقاموا قالوا ديل كلهم عساكر. طيب ضليت انا 3 شهور يفتشوا فيني بطلع في البيوت وبنوم في راس البيوت واخر حاجه كنت اتغاضى النظر عن انه ماشي الحال جينا احنا فتشوا تركت المعيشه بتاعتنا وكذا مره كده هو جات اختي جايه في البيت الجامع هناك الساعه 11 كده تلاقي انا لقيني ناس في البيت في انه قال لي ضربوا لي طلقه ودار يقتلوني وكذا فقمت انا طلعت من الجامع جاي صارت اسكت لانه قلت ما قلت لكم انت جيت جاري هنا طوالي ما وقفت وانت بس الليل الناس اللي في البيت هنا اخليك تروني لكن يجوني في البيت لاختي وكذا. جيت لقيتهم ما فيشين لقيت الطلقه الحيطه قدت الحيطه بتاعت اللي هناك ولقيت دم هنا وكم حالتها قامت يغموا علي احنا عمتنا هنا جبت هنا ده البيت ومشينا كلمنا العياده بتاعتنا يا جماعه في ناس بعرض لنا وكذا اي مكتب من المشرف قال لنا يا اخي والله دي ما ناسنا دي ما عارفين دي المتفلتين. في نفس اليوم واللحظه قتل امام الجامع بتاعنا نفس الجماعه. حتى انا جات هنا سمعت السلاح هناك قلت دي اختي بدو يجوا هناك في الحله مشيت هناك برضه فكرت نفس الجماعه قتلوا امام الجامع. امام الجامع ده طقوه طلقه هو لحد ما جاء اولاده يسلقوه يقول له نعالجه يقول له نقدم عليه بنصلي لحد ما مات اتوفى النزيف هو عالم اسمه استاذ عبيد كان ربنا يقبله مع صاحبه لكن الحمد لله احنا طبعا ضلينا قاعدين ما اول مره طوال يعني بنتعرض طوالي والله كل يوم ما قاعدين ما بيجوا يعني مثلا الباب بيجي تلو بالحيطه لان انا خاطي هسه هنا لو اللي حصل لي في الحوش انا خاطي شوك وكنت خطيت لهم الشوك هنا بالحوش صاروا يجوا بالفوق بتلبوا بالحيطه بتلبوا بالحيطه بالفوق للعريش بتاعتي قبل كده برضه زي ما فيش فات يجيب لي مويه زي الساعه 11 كده قام يلا نعمان فات كده بس كده فات يلا بس انا سمعت لك كان منور النور بتاع الحوش بغاد سمعت لك حاجه كبيره وقعت قلت يا ربي ده قمت لبست التوب ووقفت هنا كان يجي لك واحد من الدعامه الساعه 11 لما يتهاجم قال لي انتوا قاعدين هنا قلت له هاي قاعدين وانت زعلان هنا ده انت ليه ما تفتح ما تدق الباب والساعه 11 تطلب لي بالحيطه ولا اتكلم معي فتح الباب ومرق فات كنت فتح الباب ومرق فوق قام كلم صاحبه قال لي قاعده برا
طوالي جم مد لي راسه قال لي بالحيطه قال لي افتح الباب. قلت له افتح الباب ليش؟ ما بفتح الباب. بس قمت كوركت لنعمان اخوي يا نعمان يا نعمان. بس قام جاري جري شفت كلهم سلاح شفت بس سلاح حنجر. ما فكرت بالحياة اللي بتتعرض لها دي كلها انك تطلعي تخلي والله يا اسطى ما فكرتني هاي شفت اسطى والله العظيم اسطى شفتي بس شفت شنو اكثر حاجه شفتي ماسكه صلاتي وبقرا قران كثير وبتوكل على الله طوال شفت اسطى ما خفت نهائي شفتي اسطى ما خفت الا من جوني هنا ده ما خفت منه هسه دي الحمد لله والله انا سديت ده من جوني ده الله يريحونا راح بقينا نخلي بيوتنا فاتحه ونمشي مشاويرنا ونجي ونمشي لاهلنا هناك نشوفهم وكذا يعني احسن من الاول بكثير والله العظيم دي حقيقه والله كثر خيرك وانت ذاكم كنوا سلطان والله انت ما قصرتوا والله العظيم مش ما شفنا اذاعه ولا سنه ونص احنا ما حكينا اصلا تليفون عندنا مددنا تليفوناتنا مددنا لحد الان مين بدا تحريك لنا سنتين والله ما شفنا وسبع شهور ولا خمسة شهور حاليا الامن بدا ان شاء الله كل الناس حترجع زي اول الحي وضعه كيف في اسر كثيره موجوده لا 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 كلها هرب هسه نحن ثلاثه كلنا اي والله البيوت دي شفتي واحد اثنين ثلاثة أسر في الحي ده يعني ثلاثة أسر بس ديل شفتونا السدي وديل لكن أنت قلت لي إنه أصلا إحنا وضعنا أفضل وفي ناس تعرضوا لانتهاكات أكثر وكذا ديل وين وحصل لهم شنو؟ في هنا جانا رجال ده وقع في السور ضرب واحد من الجماعة ديل في الشلة هو فوق قام الشلة هسه قاعد مشلول والله في البيت هسه دي لما تمشوا بوروكم ليه معوض معوض شلنا وكذا دار يضربوا بالهنا هو قام وقع وقع في السوق كان شو قام شلنا وجبناه هنا شلة بقينا نشوف طريقة نوديهم مستشفى ما لقينا طريقة ما في ان شاء الله ربنا يتمم شفاهه ويحفظكم ويديم على العافية شكرا لكم جزيلا عفوا جدا ديك العافية ان شاء الله ما قصرت والله ان شاء الله الناس يجوا راجعين يتمنى انه اهلهم اي والله يجوا راجعين ليه بيوتهم يلموا الباقي ده غايته لانه انتهوا لهم من بيوتهم والله البيوت طبعا تعرضت للسرقة ولكسير ولنهب لشيء مبالغ يعني نحن بنكسر البيت جيراننا مامانات انا بقعد ابكي يعني شويه طويله اقول ده جدا بيت جدا بيت احمد دكام ده والله شفته تمشي تدق الباب خلاص انت اليوم ده كنت كفرت يعني دق وقعدت في الواطه وضربت في التلف في الناي و... انت ده بيتك ما بيتك ما تخش فيه نقعد نبدا نتكلم تم الحركه هنا في البيت دق الباب ادونا ما عينوا كده للبيت عينوا بعض مرات بس طوقوا بالحيطه اصلا اكبر بيت وسط بس بعينوا بالحيطه يعني اسلوب معني بس الحمد لله على كل حال ما مضى الحمد لله بشر مضى الحمد لله بخير جاي احسن شكرا جزيلا ان شاء الله الله يخليك شكرا جزيلا نحن زاد نشكركم ان شاء الله شكرا جزيلا نديكم العافيه ان شاء الله يا رب يا كريم انه سوداننا كله يكون ان شاء الله بخير وصحه مغتربين ده يجوا الله يلها هاجروا زين عند الحرب وقفوا الذي في الدم ده صراحه يعني والبلد دي انتهت يعني والله نحن عشان نرجع البلد دي ثاني احنا خلاص نفق فينا عمر زي ما بيقولوا فصلى علينا الجيل الجاي